النهارده كمان ذكرى ميلاد الفنانه الكبيره ماجده الصباحي، واللي سابت لنا ارث فني كبير من الاعمال السينمائيه والدراميه اللي خلدت اسمها في ذهن الجمهور. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ماجدة الصباحي التي تركت إرثاً فنياً من الأعمال السينمائية والدرامية التي خلدت اسمها في أذهان الجماهير. الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي من مواليد مدينة طنطا بالغربية في 6 مايو 1931. اسمها الحقيقي عفاف علي كامل أحمد عبد الرحمن الصباحي، كان يعمل والدها موظفاً في وزارة المواصلات، وأكملت دراستها في طنطا حتى حصلت على بكالوريا فرنسية. وشك منور النهاردة، لازم أخبارك حلوة. جواب من أخوي عادل. كده؟ أيوه. ألف حمد وألف شكر، وإزيه؟ الحمد لله، دلوقتي اطمنت عليه. وأراضيه فين يا ترى؟ هو سافر أسيوط. أحبت ماجدة التمثيل من الصغر، وقامت بأداء دورها الأول وعمرها 5 أعوام فقط، وقدمت أدواراً كان لها تأثير كبير في التاريخ السينمائي، وحصلت بعض أفلامها على أفضل الأفلام في السينما. بدأت ماجدة الصباحي مسيرتها الفنية بالمشاركة في فيلم الناصح الذي عرض في عام 1949، بعدما قررت تغيير اسمها في هذه الفترة نظراً لرفض عائلتها دخولها في مهنة التمثيل. توالت مشاركاتها أمام كبار النجوم، وقدمت فيلم المراهقات مع رشدي أباظة، والحقيقة العارية مع إيهاب نافع وشكري سرحان. ممكن أول واحدة تعمل اللي هي عاوزاه من غير ما حد يعرف، وتبقى قدام الناس الشريفة العفيفة. عاوزين نعمل كده؟ يعني دلوقتي اشمعنى افتكرتوا ان لكم بنت؟